السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة مفتوحة للانضمام إلى جهود إعادة الإعمار في غزة. منصة إعادة إعمار غزة التابعة لبلدية غزة بتدعو المكاتب الهندسية والخبراء في التخصصات الهندسية المختلفة اللي راغبين في العمل الطوعي للمساعدة في إعادة الإعمار للانضمام للمجموعة الخاصة بذلك. هسيب لكم رابط المجموعة، وفي نموذج خاص بالشركات والمؤسسات، وفي نموذج خاص بتطوع الأفراد. ده جروب الواتساب، وهنا ده النموذج اللي تقدر انت تملاه. دي واحد للافراد وواحد للشركات. المهم ان احنا نخلص النية، وكل واحد يحاول ان هو يبني افضل ما يمكن. يعني نسيبنا من فكرة خيام، لا احنا عايزين نبني بيت ترضى ان انت تعيش فيه مدى حياتك، زي ما اخوك عايش فيه انت تكون نفسك ان انت تعيش فيه. فحاول تعمل افضل تصميم ممكن، تفكر في كل حاجة، تفكر في الاستدامة، تفكر في حاجة تدوم. يعني الإعمار العاجل ده حاجة، والإعمار الدائم حاجة تانية. فاحنا عايزين الحاجة اللي احنا نعملها تتبني بسرعة، وفي نفس الوقت تعيش ما يقارب من 50 سنة فما أكثر.